بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها وبكل قوة عن كل الاكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اكيد نادي بيراميدز بيحب الزمالك، مسؤول بيراميدز بيحبوا الزمالك، دي حاجة أكيدة. لكن الأكيد برضو يا شادي يا عيسى إن بيراميدز مش هيحب الزمالك أكتر من نفسه. يعني بيراميدز إدارة بيراميدز ليها علاقات طيبة بإدارة نادي الزمالك، لكن بيراميدز مش هياخد اللعيبة كلها يا شادي يا عيسى، ياخد اللعيبة المميزة، رمضان على دونجا على احمد الشناوي على المهدي سليمان على ابراهيم عادل على فخر لقاي على فخر الدين بن يوسف، وياخدوا معهم تكيس جونياس ويلفوهم لفه هدايا ويقولوا خدوا يا زمالك اللعيبه اهي. شادي عيسى ما سابش لاعب الا لما وداه الزمالك. شادي عيسى قال لك عرض سري بين الزمالك وبيراميدز، عرض سري. وانت بقى يعني انت رأفت الهجان اللي عرفت الموضوع، انت العميل السر اللي دخلت في الليله وعرفت الليله وعرفت العرض اللي هنا وهنا. ايه العرض السري؟ عرض سري ايه ده النهارده؟ لا يعني انت بتبين للناس كلها انت ما تعرفش حاجه في اي حاجه. لما رئيس الزمالك يطلع يخبط في ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز عشان موضوع رمضان صبحي، وتيجي تطلع انت تطلع تقول لي عرض سري؟ لا لا يا شادي، فوق يا شادي يا حبيبي، فوق يا بابا. فين العرض السري؟ العرض السري ان ادارة بيراميدز لما عرفت ان الزمالك بيفاوض رمضان صبحي ليلة مباراة فيوتشر وبيراميدز اتقلبوا على الزمالك، وبعد ما كانوا موافقين ان الزمالك يروح يلعب في الدفاع الجوي الماتشات بتاعته، قال لك خلاص فضك فضناها، انت جاي بتتفاوض مع اللعيب بتاعي من ورايا وعايزنا ادي لك الملعب كمان تلعب عليه. لا كان فيه وخلص، كان فيه وخلص. عشان كده رئيس الزمالك النهارده طلع يهاجم في ممدوح عيد. فشادي يا عيسى لما تيجي تتكلم ما تتكلمش تحسسني ان انت كنت قاعد ممدوح عيد قاعد هنا ورئيس الزمالك قاعد هنا وانت قاعد في النص ما بينهم. معلش يعني عرض سري دي يعني معناه انت كنت قاعد ما بينهم، لا طلع لا في عرض ولا عرض سري. وبيراميدز اساسا قافل موضوع رمضان صبحي بالضبه والمفتاح للزمالك. بيراميدز مش هيسيب رمضان الا لنادي اوروبي او نادي خليجي والموضوع منهي. الاخ خالد الغندور نفس الحكايه، خالد الغندور طلع قال لك برضو ان الموضوع خلصان وخبر اكيد، الزمالك فتح خط للتفاوض مع رمضان ومع نادي بيراميدز، وفي صفقات تبادلية وفي تعاون بين الناديين خلال المرحلة القادمة. برضو ده يبين لك يا جماعة انتوا بتتكلموا على اتنين في قناة الزمالك، اتنين اعلاميين، يعني المفروض لما يطلع يتكلم او يتكلم على صفحته الرسمية ده لازم يطلع بمصدر او يطلع بمعلومة من داخل نادي الزمالك. لكن تقول لي كلام هلهلي، كلام يلا نطلع نقول اي كلام يا عبد السلام وخلاص، فين؟ ما قبل كده خالد الغندور قال لك رونالدينيو في الزمالك، امبارح ولا اول امبارح رونالدينيو كان في ايسترن كامباني، ما جابش سيره الزمالك ولا اتكلم على الزمالك ولا مفاوضات الزمالك. خالد الغندور قبل كده قال لك مش عارف هنجيب مين وهنجيب مين وهنجيب مين، وفي الاخر بترسى على مين؟ انتوا بتضحكوا على مين؟ انتوا بتشتغلوا مين؟ والحساب مين على حساب مين؟ فين يا خالد يا غندور التعاون الكبير؟ ده انت بتطلب حتة ملعب تلعب عليه ماتشات وتدفع الايجار بتاعه بيقول لك شكرا يحنن ربنا يسهل لك يا ابني شوف لك ملعب تاني. فين التعاون؟ التعاون دي بنزينة يا خالد يا غندور، مش تعاون بين ناديين. طيب احد الكومبارسات اسمه فيزو قال لك انا الفترة الجاية بفكر كومبارسات الفشلة، قال لك نفسي اعمل دور شخصية حقيقية تكون موجودة في الواقع ومش تمثيل. فايه يا كومبارس يا فاشل عايز تبقى ايه؟ قال لك عايز ابقى زي المشجع الاهلاوي اللي بيكون فرحان ومبسوط وفي قمة السعادة
لما فريقه بيكسب بأي بطولة وهو عارف والكل عارف إنه كسبانها بالحكام أو بطريقة غير شرعية. أنا نفسي قوي أعيش اللحظة دي. ونفسك ليه؟ ما أنت النادي بتاعك يا كومبارسي يا فاشل لو دورت على بطولاته المحلية أو الإفريقية واخد بالك هتلاقيها كلها شمال في شمال، هتلاقيها كلها حكام وأساليب ملتوية. أروح أجيب لك حكام أفريقيا بتوع بورسعيد، أروح أجيب لك الحكام اللي كانوا بيجي يقولوا لك تعال أنا نروح نجيب شوية بضاعة من بورسعيد ويقولوا لك عايز طرد ولا بيلن. ده مش إحنا اللي قلنا يا كومبارس يا فاشل، مش إحنا والله اللي قلنا، ده كابتن فريقك هو اللي قال لك كان بيجي الحكام يشوفوا انتوا عايزين ضربة جزاء ولا طرد اللي انتوا عايزينه، بس تعالوا ودونا بورسعيد وادونا البوكيت ماني 1000 دولار. هو في اعتراف بالتفويت والتلاعب اكتر من كده؟ لكن لانك بتتعامل مع مجموعة من الغوغاء، مجموعة من المدلسين زي هذا الكومبارس الفاشل يقول لك الاهلاوية بيكسبوا بطولاتهم بالحكام. طيب النهارده تحت شعار اللي اختشوا ماتوا في قناة البليلة النهاردة طالعين يتكلموا عن قائمة إيهاب جلال وقائمة منتخب مصر المبدئية واللي بتضم 44 لاعب. ما زال الضغط مستمر على إيهاب جلال يا جماعة. اللي بيحصل في الإعلام وفي قناة البليلة ما يرضيش حد يا جماعة، في حالة من الإرهاب المعنوي والنفسي على مدرب منتخب مصر. لو سبت أي لاعب من النادي الأهلي هنفضحك. إيهاب يا جلال فوق، إيهاب يا جلال أنت ضميت 11 لاعب من النادي الأهلي، لو سبت أي لاعب في الأهلي ما خدتوش هنطلع نقول إنك متواطئ مع الأهلي. أنت خدت 44 لاعب ليه يا إيهاب يا جلال؟ ده لسان قناة البليلة النهاردة. قناة البليلة عاملة ساعتين يا قناة الأهلي عشان تضغط على مدرب منتخب مصر ما يسيبش ولا لاعب للأهلي يلعب بيه ماتش إستر، وياخد لعيبة الأهلي كلهم يدمرهم في المنتخب قبل ماتش القمة. فبيسألوا سؤال وجودي، إيهاب جلال واخد 44 لاعب ليه؟ قال لك عشان لما يروح يلعب ماتش كوريا يطلع لعيبة الاهلي من المنتخب عشان يلعبوا استرن ويريحهم لماتش القمة. وقال لك ان ساعتها مش هنسكت، وساعتها يبقى ايهاب جلال مدلس ومتواطئ مع النادي الاهلي. لكن اي لاعب من النادي الاهلي هتطلعه بره المعسكر يبقى انت في الحالة دي ما انتش مدرب منتخب مصر ومدرب للنادي الاهلي. والله العظيم احنا بنتعامل مع مجموعة قذرة، مجموعة سفلة من البشر. ايه ده؟ انت مش عارف تلعبني راجل لراجل، انت مش قادر تواجهني وش الوش. لما بلعبك بديك على دماغك، لما في الظروف العادية وفي وجود عدالة تحكيمية وحكام محترمين بمسح بيك النجيلة. لكن ايش شوية احتواء، ايش شوية روح بروتوكول مش عارف ايه، ايش شوية روح عصام هناء، ايش شوية مش عارف ايه ده. ودلوقتي بتضغطوا بكل اطرافكم، بكل عناصركم، سوشيال ميديا، قناة، مش عارف اعلاميين هنا وهنا وهنا، عشان توقع الاهلي في استر، في ماتش استر، وتوقع الاهلي بدنيا قبل ماتش الزمالك. ليه ده كله؟ واتحاد الكرة ساكت على ده ليه؟ اعتقد من حق النادي الاهلي، انا بتكلم لائحيا وقانونيا، من حق الاهلي طالما عندي مباراة رسمية والمنتخب بتاعي بيلعب ماتش ودي ملكش انك تاخد اللعيبة بتاعتي. والدليل النهاردة لو دوري انجليزي او دوري اسباني او اي دوري شغال ومنتخب مصر رايح يلعب ماتش ودي والنادي محتاج اللاعب، مش هيدهولك، مش هيدهولك. لكن النادي الاهلي بيقول ماشي،
عشان المراكب تمشي، لكن ما تتبحنيش، ما تقصصش ريشي وتكسر لي جناحاتي وتقول لي يلا يا اهلي هرميك في البحر يلا اغرق. ما ينفعش، ما يرضيش ربنا. طالما في لعيبة وماتش ود مش رسمي لا هيقدم ولا هيأخر، وفي لعيبة بدلة على نفس مستوى لعيبة الاهلي، سيب لي اللعيبة بتاع تلعب بيها الماتش، وإلا يبقى انت كده بتشجع نادي على حساب نادي. انت خدت 6 لعيبة من الزمالك، خد 6 لعيبة من الاهلي، لكن تاخد الدفاع والهجوم والوسط وحارس المرمى، ما تاخد موسيماني كمان يا عم ايهاب، خد موسيماني يا ايهاب يا جلال معاك، خد الاجانب بتاعت الاهلي يا ايهاب يا جلال معاك، يمكن تحتاجهم، ونلعب ماتش ايسترن بالناشئين، او نجيب اي 11 مشجع اهلاوي محترم ينزل ماتش ايسترن ويمثل النادي الاهلي. لكن اللي بيحصل فضيحة، فضيحة لا تمت بعلاقة او بصلة للرياضة والروح الرياضية. نادي ما بيعرفش يواجهني فارس لفارس، راجل لراجل، كل اساليبه اساليب ملتوية، مرة بالحكام، مرة مش عارف بالسحر، مرة مش عارف بايه، مرة بالاتحاد. ايه ده؟ هو في كده؟ هو في الكرة كده؟ جاتكوا القرف، جاتكوا القرف، قناة قذرة. عايز اقول لك النهاردة الاعلامي كريم شحاتة كان متواجد في احد الكافيهات الشهيرة، وحصل مشادة ما بينه وما بين نجل رئيس نادي كبير في مصر. كريم اتفاجئ، طبعا كريم محترم خلوق، يا جماعة الواحد بيبان من تربيته، شوف ده ابن مين هتعرف تربيته ايه. في حد زي حسن شحاتة في تربيته واخلاقه؟ عمرك شفت حسن شحاتة بيشتم حد؟ عمرك شفت حسن شحاتة بيقبل انه يتواجد في مكان بيتشتم في حد؟ ابدا. عشان كده كريم شحاتة محترم. لكن نجل رئيس احد الاندية النهاردة قال له خلي بالك بابا هيطلع يهاجمك بكرة في قناة الاحداث وفي القناة بتاعت الحرامي بتاعت التيشيرتات. قال له عادي، زي ما هيهاجمني هرد على الهجوم بتاعه هجوم بهجوم. قال له لو ابوك حسن شحاتة هاجمني هرد عليه، هرد عليه، وعيب يا كريم واتلم. وابويا مش زي ابوك، ابويا مش زي ابوك. حصل مشادة كده ما بين الطرفين، وفي الاخر يعني الناس اللي كانت واقفة غلطت نجل رئيس هذا النادي. بكرة ماتش الزمالك، او النهاردة بقى خلاص ماتش الزمالك والاسماعيلي. مين حكم المباراة يا جماعة؟ ابراهيم نور الدين. مين؟ ابراهيم نور الدين. انا بقول لك ليه؟ لان من شهر، في شهر رمضان الكريم، كان في دورة الزمالك عاملها، ابراهيم نور الدين راح حكم في الدورة دي ومتصور هناك. ليه؟ عشان لما يجي الزمالك يحصل اي نتيجة سلبية للزمالك قدام الاسماعيلي، محدش يطلع يقول ابراهيم نور الدين بيكره الزمالك، لان انت في رمضان كنت داعيه يحكم في الماتشات بتاعت الدورة بتاعتك، اذا في علاقة وطيدة بينك وبينه. طب لو حصل كارثة وفضيحة تحكيمية او مهزلة تحكيمية، ابقوا ساعتها عرفوا السبب ايه، مش محتاجين بقى نشرح. حكم راح يحكم في دورة رمضانية لنادي من الأندية، بعد أقل من شهر حكم له مباراة في الدوري وأخطأ خطأ كارثي غير في نتيجة المباراة. السؤال اللي الناس بتسأله هو الزمالك والإسماعيلي مباراة ولاد العم، هل هيحصل تفويت بكرة ولا لا؟ أنا لا أتهم أحدا، ولكن معطيات المباراة تقول لك لا. الاسماعيلي في موقف لا يحسد عليه، الاسماعيلي غرقان عايز الشاي يتعلق بيها. الاسماعيلي بكرة او ماتش النهاردة يقول لك ايه؟ انا لو طلعت بنقطة ابوس ايدي وش وضهر، ويا سلام لو اطلع بالثلاث نقاط، خصوصا ان الفرق اللي بتنافس تحت مع الاسماعيلي عمالة تكسب. فالاسماعيلي لو ما خدش نقطة بكرة موقفه او النهاردة موقفه بيصعب. عايز اقول لك ان الاسماعيلي ولاول مره منذ قرن تقريبا بيعلن عن مكافآت ضخمه من اجل الفوز على الزمالك. نعم،
هو اللي سمعته ده يا مصطفى صح؟ اه والله صح. المكافآت دي ما كانتش بتطلع الا في ماتشات الاهلي. لكن النهارده رئيس الاسماعيلي المهندس يحيى الكومي، رجال اعمال اسماعيلاويه كبار تقال، عملوا مكافآت كبيره للعيبه عشان يكسبوا نادي الزمالك في مباراه اليوم. نتمنى التوفيق لنادي الاسماعيلي اللي لاول مره منذ فتره طويله جدا ما افتكرش في يوم من الايام ان الاسماعيلي عمل مكافاه عشان يكسبوا الزمالك. ابو تريكه وميدو، قلت لك النهارده ميدو عايز يعمل ترند، يركب ترند عشان الناس تتابعه تاني. فقال لك حسام حسن طبعا نجمنا الكبير وهداف مصر وافريقيا، احسن واحد من ضمن افضل خمسة جوه القارة الافريقية في تاريخ افريقيا كلها. فاتسأل ميدو، طب ابو تريكة يا ميدو، يعني ابو تريكة لعيب كبير مش من ضمن احسن خمسة؟ قال لك ابو تريكة لعيب كبير اه، لكن في رأيي مش من ضمن احسن خمسة في تاريخ افريقيا. ومش بالعافية يا جماعة، حسام حسن بالنسبة لي افضل من ابو تريكة وفي حتة تانية خالص. طبعا انا مش هرد لان ابو تريكة مش محتاج حد يتكلم عنه، تاريخ ابو تريكة يعني الحمد لله، يعني ميدو تاريخ ميدو لو اتحط جنب تاريخ ابو تريكة انا بظلم ابو تريكة. بطولات ابو تريكة محليا وقاريا انا بظلم ابو تريكة لو حطيته في مقارنة مع ميدو، مع احترامي الكامل للشخص. لكن احنا بنتكلم فنيا، زي ما ميدو من حقه يقول ان حسام حسن افضل من ابو تريكة، اعتقد انا وكل الاهلاويه من حقهم يشوفوا ان من الظلم ان انا احط ميدو مع ابو تريكة في مقارنه، لا الامكانيات ولا البطولات ولا اي حاجه، في اي حاجه احطك مع ابو تريكة. خلصت اخبارنا، خلصت حكايتنا، استنى كل ارائكم وتعليقاتكم. شكرا لكم، سلام.